صباح الخير. ايه يا ابني؟ هو كل ما اشوفك العيد بيتداول؟ صباح الخير يا ابوي، صباح الخير يا حبيبي. تعرف يا ابني ايه اللي حصل ده؟ والله ما انا عارف يا عمي. جيت راجلك سايس ونورك. انت ناوي تحرق دمي؟ وانت ذنبك ايه بس يا عم في الموضوع؟ ذنبي ايه؟ ايه؟ ما كنت حاجه بتحصل عندكم بتيجي على دماغي يا حماده قالت لك؟ الجوازه دي مش دافعه. انا كل اللي غيظني يا ماما ان كل ما نتخانق مع بعض ابص الاقيه شايل المرتبه على كتفه ورايح بيها اوضه الصالون. يا حسره قلبي، ما هو له حق يغيظك، شايفك ملهوف عليه. الله بقى، ما هو جوزي برضو يا ماما. جوزك بالكلام وبس، ولما تدوري عليه تلاقيه مجرب. عامله زي اللي مستنيه تاكسي واول ما يجي تلاقيه رابط الفوطه الصفرا. يا حسره قلبي على دي جوازه كله من ابوكي، هو اللي كان موافق عليه في الاول. العمل ايه دلوقتي؟ انا مش هرجع له البيت ابدا. اوعي ما تغضبيش وتسيبي البيت. يعني ايه؟ اصالحه؟ اوعي تصالحيه، ده النجاة بالذوق ما ينفعش معاه الا العنف. الله، يعني هضربه يا ماما؟ اضربيه بالكلام التقيل، اطلبي منه الطلاق. ايه؟ الطلاق؟ ايوه، انت هتقولي له كده وبس. احدده يعني؟ ايوه، عشان يبطل يجرس. مفيش حاجه تهدد الراجل وتخوفه الا كلمه الطلاق، وخصوصا اليومين دول. حاكم يا بت اليومين دول بعد ما طلع القانون الجديد وازمه السكن والمعيشه، خلوا الراجل يفكر الف مره وبعدين يسلم ويمشي على عجين ما يلخبطوش. طب جربي كده، ما كانش هيتهز وينخ ويرجع لك مذلول، تبقى لك الكلام وساعتها عمره ما هيجرش تاني. اسمح تطلقني؟ ايه؟ طلقني. الله 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 الله، انت جننتي؟ لا، انا عاقلة جدا ومن فضلك ما تلبخش. الله، انت ايه اللي بتقوليه ده؟ بقولك اللي سمعته، ما دام بتكرهني وما بقتش بتحبني وما انتش طايق البيت، يبقى نتطلق احسن. لا لا لا، انت اكيد جننتي. من فضلك. اسمعي بقى، انا خلاص مليت دوشة وخناق ونقرت النهار. اكيد حماتي كاتبه النهارده او انت اللي رحت لها. اكيد هي اللي شعلتها نار. بقول لك ايه، اوعى تجيب سيره ماما. وانت كمان ما تجيبيش سيره امي. انا ما جبت سيره امي. ما علينا، خلينا ننام بقى شويه. خلاص، طب ما دام مش طايقني ولا طايق حاجه في البيت، ما تطلقني يا اخي. يا كريمه، بلاش تسيلي اعصابي ساعه الدوليه بسات، انت عارفاني. اعصابك انت، كل اللي يهمك انك تنام وبس. طب خلاص، ما تريح نفسك وتطلقني. اوه يا كريمه، انا مش في وعي دلوقتي، سيبيني انام. ما تنام، انا ماليش دعوه بيك. طب خلاص بقى، سيبيني انام دلوقتي. وعي ايدك دي، طلعني الاول وبعدين نروح نام. حاضر، اول ما اقوم من النوم هبقى اطلع. انا مش تحت امرك عشان استناك. انت عايزه ايه دلوقتي؟ تطلعني وتسيبيني انام؟ ايوه كده. ايوه انت طالع يا كريمه. خلاص استريحتي؟ مبسوطه يا ست هانم؟ ايوه مبسوطه جدا كمان.